وكما قلت لكم يجب ألا نركز كثيرا على البرتغال لأن هذا قد يسبب لنا مشاكل. يجب أن نركز على ما نحن قادرين على فعله ونتحسن باستمرار لكي نكون أقوى وأقوى. بالتأكيد البرتغال من المنتخبات المرشحة وأنا لا أريد أن أتحدث كثيرا عنهم. هم يرغبون بالفوز بكأس العالم وحتى ولكن حتى في مواجهة مع إسبانيا نحن كنا الفريق الأضعف ولكننا فاجأنا وحاولنا أن نقدم مفاجأة. وعلينا أن نتعمق في تحليلاتنا وسنفعل ما بوسعنا للفوز في هذه المباراة. السلام عليكم وليد أحمد. وليد I'll ask the question in English. It's Shaima Khalil from the BBC. تحب نترجم بالعربي after؟ ليبريتي. Okay. You're the fourth African team to make it to the quarterfinals. أنت الفريق الأفريقي الرابع الذي وصلت إلى نهائيات. هذه إرث رائع وأنت أول منتخب عربي يصل إلى هذه المرحلة. تحدثنا إلى المشجعين في الملاعب وخارج الملاعب وفي المنطقة وهم يحتفلون في جميع أرجاء الوطن العربي وفي جميع أرجاء العالم. كيف يشعركم هذا الأمر؟ ما هي رسالتك إلى مشجعيكم وخاصة في المنطقة؟ No, the first time I'm proud of me and my country and my team. أنا فخور بي وبفريقي وببلدي. دي البلاد كاملة. رسالة هذا سؤال لكل رضا. بس. De toute façon, moi j'ai toujours vu une équipe nationale. Elle doit servir de elle doit être un porte-drapeau, on va dire déjà, sur le terrain. بالنسبة للمنتخب الوطني يجب أن يكون فخورا بأن يمثل بلده. وهذا يجمع الناس مع بعضهم البعض ونبين هذه المشاعر. هذه أحد أهدافنا. بالتأكيد هدفنا الرئيسي هو أن نحقق الفوز ولكن الانطباع الذي نريد أن نرسله هو أن نوحد الشعب المغربي حول أمر إيجابي. نحن حققنا كل هذه الأمور ورأينا الطاقة الإيجابية التي يدعمنا الناس فيها وهو أمر رائع. الناس يشجعوننا وتمكننا من أن نوحد المغاربة وراء منتخب الكرة القدم هذا. وأظن أن هذا الأمر أكثر من أي شيء. هذا أنفس من المال وهو أمر رائع ولكن هذا لكن نحن نسعد الناس نجعل الناس يشعرون بالفخر. ولكن ليس هذا سبب تواجدنا هنا. سبب وجودنا هنا ولطالما قلت هذا الأمر هو أن نفوز بالمباريات وأن نصل إلى أبعد المراحل في هذه البطولة. وكذلك يمكن أن نبعث بالأمل والطاقة الإيجابية للشعب وللناس وهذا أمر رائع. ولكن تركيزنا هو على أدائنا في الملعب وكما تعلمون هذا أمر رائع للشعب المغربي. Mourad Moutawkil pour la chaîne marocaine M24, ici deuxième rang, à droite, Walid. Je voulais savoir pour un sélectionneur, est-ce que c'est difficile السؤال للمدرب هل الأمر هل يصعب عليكم أن تنزلوا إلى الأرض بعد هذه النشوة والفرحة بعد أن تأهلتم؟ هل الأمر صعب أن نعيد الناس على الأرض وأن نعود إلى الواقعية؟ وسؤالي للاعب سؤال فني، ما هو تعليقك على مقاطع الفيديو والصور التي شاهدناها في جميع الدول العربية بعد فوزكم؟ جميع العرب كما رأينا على منصات التواصل الاجتماعي تقريبا جميع العرب يؤازروننا ويدعموننا. ونحن نعلم أن الشعوب الأفريقية كذلك تفعل أمر ذاته وهذا يعطينا شحنة إيجابية يمكن أن تدعمنا لكي نواصل إنجازاتنا في كأس العالم. وأنا أشكرهم جزيل الشكر على دعمهم والمشجعين من المغرب وكذلك المشجعين العرب والأفارقة كذلك. Non, bah tu me connais, moi, de toute façon, le nuage, moi, je suis pas encore monté dans le nuage, ça c'est sûr. Donc voilà, on essaie de. كما تعلمون أنا لم أنجر في هذه البهجة وهذه السكرة من الفرحة. نحن هنا من أجل المنافسة، من أجل هذه البطولة. الأمر المهم بالنسبة لنا هي أن نفوز في مباراة الغد. وأن ندون في كتب التاريخ.
أظن كلما طال بقاؤنا في هذه البطولة كلما كان الأمر أفضل لنا ولشعبنا، ونحن نريد للناس أن يتفهموا أننا حققنا الكثير، ولكن هذا الأمر لا يكفي، نريد أن نواصل تقدمنا، لذلك علينا أن نثبت أننا يصعب الفوز علينا. أنا دائما أقول للاعبين نحن لم ننجرف بهذه السعادة العارمة، ولكننا فاجأنا بعض الناس، فاجأنا بعض الإحصائيات التي كانت تتوقع، وتوقعنا إسبانيا أو غيرها، وكل هذه الإحصائيات وهذه البيانات حول الاستحواذ وهذه الحسابات المختلفة، جميعهم ظنوا بأنهم يعرفون من سيفوز بكأس العالم، ونريدهم أن يفهموا بأننا متواجدون ونحن متعطشون، نحن متعطشون للفوز ولم نفز حتى الآن. هل الوصول لهذا الدور بشكل لم يصل له أي منتخب عربي من قبل حط ضغوط على منتخب المغرب اللي كان بيلعب كل مباراة وكأنها مباراة نهائية بلا ضغوط؟ قالت لك بلي زعما واش المغرب زعما لعب كاع الماتشات بلا ضغط من الاول. لا، حنا كنلعبوا بالضغط ديما، حنا عندنا واحد الجمهور اللي كيطلب ديما اكثر من اللي نقدروا نديروا، اي سي نورمال. ملي جينا حتى واحد ما كان كيتمنى نربحوا يمكن الماتش في الجروب، درناها. ابخي بداو كيحلموا ندوزوا للدور الثاني، درناها. دابا دوزنا الكارت فينال، دابا كنعرف المغاربه وكنعرف البلاد العرب غيتجمعوا نقدروا نديوها، علاش لا؟ دونك بيان سور عندنا ديك بريسيون، بحال لا بريسيون بوزيتيف بحال اللي كنقول، هذه اللي مهمه، خاصها تدفعنا باش ما تكونش عندنا ديك الضغط اللي ما غاديش يخلينا نلعبوا بالروح ديالنا ونديروا شي غلط اللي غندموا. دونك بريسيون ديما كاينه، كنحسوا ملي اي بلاد عربي وافريقي هما مورانا والمغاربه، دونك باغينا حنا نفرحوهم، وهذا الضغط هذا خصو يكون بوزيتيف، وهذه الستاف ديالي وانا اللي خصنا نحتو لهم باش هما ملي كيدخلوا يكونوا مرتاحين ويحتو لو ماكسيموم. السلام وليد، شكر الكنزالي قناه حنابال من تونس. وليد، المنتخب المغربي عمل انجاز العربي بالمرور لاول مره للدور الرابع النهائي كمنتخب عربي. انا حاب نسالك على المدرب العربي، هل يمكن ان يتغير حال المدرب العربي بعد التجربه بتاعك على راس المنتخب المغربي؟ نشوف مثلا مدربين عربي ياخذوا منتخبات اوروبيه، ربما حتى فرق اوروبيه. هذا السؤال خصك تسقسي سورتو لي ديريجون عربي بعدا يا افريكان. علاش دي زيكيب اوروبيان ولا ديال امريكان ما كيجيبوش مدرب عربي ولا افريكان؟ الأندية الأوروبية لما لا يوظف مدربين عربي؟ عرب، أظن أن هذا سؤال ثقافي، ربما هي عقلية أو ذهنية. أظن في الوقت الحاضر يصعب على مانشستر سيتي أو برشلونة أن تعين مدربا عربيا، لم يفكروا حتى في هذا الأمر، وكأننا لا نستحق، وكأننا نجهل عالم كرة القدم وغير قادرين على مثل هذا العمل. ولكن هناك وقفات في التاريخ ومحطات في التاريخ تجعل الناس يغيروا عقولهم ويغيروا طريقة تفكيرهم، وبالنسبة لنا كمدربين عرب وأفارقة أثبتنا بأننا جاهزون. تحدثنا عن الإحصائيات، عندما تضع 5 مدربين أفارقة فإنك تملك فرصا أكبر إن كانت النتائج هناك. نعم، هؤلاء المدربين سوف يظهرون ويبرزون، رأينا السنغال والمغرب على سبيل المثال. إذا نعم، المدرب الأفارقة بنتائج عظيمة يمكن أن يثبت ذلك إحصائيا ورياضيا وحسابيا، يمكن أن يتحقق هذا الأمر. عندما يتحدثون عن الخبرة، انظر الصحافة، أنا 10 سنوات أعمل كمدرب، لم يغطيني أحد، لم يتكلم عني أحد، وكان يقولون هذا يريد أن يدرب في أوروبا وغيرها. نعم، 7 مباريات والآن ربع النهائي، اشرحوا لي هذا، فسروا لي هذه المعجزة التي حدثت. إنها مهارات، الأمر يتعلق بالمهارات، لا يغض النظر عن خلفيتك دينيا أو جغرافيا أو عرقيا، المهارات هي المقياس الوحيد، وسوف نرى إن كنا
العالم، وقال ربما حتى بعد ذلك قال لا 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 لم نكن بذلك النجاح، سوف أترك العمل. الأمور تختلف، أحيانا يتفاوضون بالطريقة القديمة، ولكن أنا أريد أن أغير العقلية. أحيانا يجب أن نكون صريحين. بالنسبة لي المهارات، المهارات مهمة جدا. الكثير من المدربين الأفارقة قادرين على أن يدربوا في أوروبا في أندية كبيرة. السؤال مطروح عندما في خصمكم الأخير إسبانيا، حيث كانوا استحوذوا على أكثر وقت من في على الكرة، وكيف يغير هذا خطة لعبكم بالنسبة لمباراة الغد عندما يكون كان عندكم استحواذ أكثر، ولكن تتحدث عن عقلية الجري بالكرة واستحواذ الكرة؟ الجواب نعم، نحن جرينا كثيرا في مواجهة إسبانيا، وبسبب ذلك أنا البعض من لا نعلم ما إن كان كريستيانو سيلعب أم لا، ولا أتمنى أن لا يلعب، ولكنه كمدرب هو أفضل المدربين في التاريخ. سيسعدني إن لم يلعب رونالدو، ولكن تركيزنا لن يكون على البرتغال، هذه ستكون غلطة. إنهم متعطشون للفوز، ولكن أظن نحن نتمتع بعدد أكبر من المشجعين في الملعب، ويمكننا تحقيق ذلك، لما لا؟ يجب أن نتحلى بالتفاوض والإيجابية، ولكن الأمر ليس سهلا، يجب أن نتحلى بالتواضع. لا نريد أن ننجرف، حققنا نتائج ضد إسبانيا، هل نحن قادرين على تحقيق ذات الأمر مع البرتغال؟ لا أعلم، أظن أن هذا تحدي يجب أن نضعه على عاتق اللاعبين. هل أنتم قادرين على تحقيق ذلك؟ وسنرى جوابهم غدا. مرحبا سيد وليد. مرحبا رضا. في قطر ولا ملي كنت في السعوديه، كل الناس كيجيو يسلموا علينا من جميع البلدان، رفعتوا لنا راسنا. هذا شيء قبل ما الندوه الصحفيه اللي كانت ديال البرتغال، واحد من الطاقم ديال المنتخب البرتغالي قال لي علاش لابس القميص للمنتخب، هذا كيبين بان خايفين منا. اللي بغيت نقول لكم، عارفك انك اخ ديال اللاعبين كاملين، ودي رساله مني والجماهير المغربيه، بينكم تقاتلوا، لان راه سيدنا الله ينصره، الله ينصره. نخرج الشارع لابس القميص المنتخب والرايه ماشي حاجه طبيعيه. بليز بليز ماشي سؤال، هذه ماشي سؤال، هذه رساله. حق تقاتلوا غير تقاتلوا بلا ما تقولها له. بغيتكم تقاتلوا وتفرحونا. وشكرا لك السي رضا. الله يحفظك خويا. السلام عليكم، جلول تويجر من جريده المنتخب. بغيت قاتلو قلت لك. سي وليد شكرا لك، شكرا للمنتخب الوطني لانكم اسعدتم المغاربه، نفتخر بكم. سي وليد بغيت نعرف شنو المشاعر ديال اللاعبين المغاربه وايضا انت شخصيا ملي شاهدتوا سيدنا يخرج الى الشارع مع الشعب مرتدي القميص المنتخب الوطني رفع الرايه المغربيه، كيفاش حسيتوا انتم كلاعبين؟ واش هذا ايضا حافز لانه اللاعبين يتقاتلوا ان شاء الله كما قلتي باش يحققوا نتيجه الفوز امام البرتغال وندخلوا للتاريخ من اوسع الابواب؟ شكرا. انا اول حاجه تشوف فيها اكسيبسيونيل ملي كتشوف سا ماجستي الله ينصرو. اولا وقبل كل شيء هذا هذه مدعاة للفخر عندما ترى جلاله الملك ينزل الى الشارع ويحتفل مع الشعب المغربي. لقد راينا هذه المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا بث فينا طاقه استثنائيه ودفعنا الى الامام. لما لا سنصل الى نصف النهائي، سوف نجاهد نناضل من أجل هذا الأمر. إذن يمكننا أن نرى مرة أخرى جلالة الملك وشعبنا كذلك يفرحون تلك الفترة.